تعالوا نروح لأمر مهم جدا وهو فعاليات أسبوع المناخ. انتوا عارفين العالم يهتم بمسألة التغيرات المناخية، صح؟ ومصر الحقيقة بتلعب دور مهم جدا في ده، ده بخلاف استضافتنا بإذن الله لقمة المناخ كوب 27 أو كوب 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ جمهورية مصر العربية. طيب احنا في عندنا فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا تحديدا وده في الجابون، وشارك السيد وزير الخارجية السيد سامح شكري النهاردة في فعاليات أسبوع المناخ لإفريقيا والمنعقد بالجابون، وده كان بحضور رئيس الجمهورية الجابونية، بحضور أيضا مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين في دولنا وقارتنا الإفريقية وأيضا وفود من الأمم المتحدة وهم المعنيين بهذا الموضوع. ده يساوي إيه أو معناه إيه أو يؤدي إلى إيه؟ سؤال نطرحه على سعادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. أهلا بسيادتك سيادة السفير. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. سيادة السفير، يعني حضور وزير الخارجية المصري لأسبوع المناخ في الجابون وأيضا مقدار الاهتمام المصري مش بس بالفعاليات الإفريقية أو الوقائع الإفريقية ولكن أيضا استضافتنا لهذه القمة بإذن الله أو القمة الدولية اللي هتتم في شرم الشيخ، يساوي إيه وتأثيراته إيه أيضا على الاقتصاد المصري من ناحية أخرى؟ واقع الأمر أن تغيرات المناخ لها تداعيات سلبية كبيرة جدا خاصة على القارة الأفريقية، وفي نفس الوقت القارة الأفريقية هي الأكثر تأثرا بهذه التداعيات وهي الأقل سببا في إحداث هذه التأثيرات. ومن ثم فإن مثل هذا المؤتمر أو منتدى الذي عقد في الجابون في الحقيقة هو حلقة في سلسلة من المنتديات والاجتماعات التي جرت على مستوى إقليمي ودولي، كانت مصر بتلعب الدور الرئيسي والمحوري فيها، وذلك في إطار الاستعداد لمؤتمر تغيرات المناخ كوب 27 المنتظر عقده في شرم الشيخ في نوفمبر القادم. الحقيقة أن هناك تحديات عديدة تواجه القارة الأفريقية، منها ما هو قديم ومنها ما هو مستحدث، وهذا الأمر وذاك مرتبط بالأوضاع الاقتصادية التي تواجهها القارة الأفريقية وما فيها من تحديات كما أشرت سواء كانت قديمة أو مستحدثة، وبتنعكس على الاقتصاد اقتصاديات الدول الأفريقية وشعوبها فيما يتعلق بعملية التنمية المستدامة اللي بتتم في إطار برنامج الاتحاد الأفريقي 2063 أو في والمرتبط أيضا ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030. من هنا تبدو الأهمية البالغة لمثل هذا المؤتمر الذي عقد في الجابون ونظائره التي سبق أو انعقدت على المستوى الإقليمي والدولي سواء في القارة الأفريقية أو في القارة الأوروبية. عظيم جدا، انا بشكرك جدا سيادة السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية.